مرحبا بكم أهلا بمودي الجزيرة وشبكة الثورة للزوجة والشراك. إذا مباراة في إطار الجولة 18 في مرحلة الإياب الرابطة الجزائري أولى موسم 2019-2020. يسعى مدير الجزائر لاقتراب من الصدارة تقيس فارق 3 نقاط عن شباب الوزداد، وهي فرصة ذهبية. المباراة معنية بعقوبة الويكلو بدون جمهور. المباراة لن تكون منقولة على المباشر. بالتوفيق للفريقين ونشكرهم.